تمرير حكومة السيد محمد توفيق علاوي من دون السنة، هل ستمرر الحكومة؟ هاي نقطة. ثانيا، اكو اتفاق عندكم سري ويا الكرد انه شي تتفقون الكرد انتم توافقون، وشي تتفقون السنة هم يوافقون، صحيح لو لا؟ تفضل. لن يدخل الأخوة الكرد إلى جلسة مجلس النواب إلا بدخول السنة، وما يدخلون السنة إلا بدخول الكرد. هناك اتفاق وهناك عمل استراتيجي وعمل منسق ابتدأنا به منذ قرار خروج قوات التحالف من العراق. لن يدخل السنة وحدهم بدون الكرد، ولن يدخل الكرد بدون السنة. نعم، أنتم جلستوا يا محمد توفيق علاوي أو لا؟ طبعا السيد الحلبوسي جلس مع السيد علاوي اكثر من جلسه، لكن كل هذه الجلسات كل ما نقعد جلسه كل ما تزيد الهفوه بيننا وبين السيد علاوي، فاخر شيء قلنا له بعد ما نجلس وياه افضل يعني. ها، يعني الحديث عن مشادات كلاميه في الجلسه بين السيد رئيس البرلمان والسيد رئيس الوزراء المكلف هذا دقيق كان، صح؟ ابدا لم تحصل اي مشاده كلاميه لا بين السيد الحلبوسي ولا بين السيد المكلف ابدا، والشخصيتين اعتقد هما اكبر من هذا الموضوع، وانا كنت حاضر كل هذه الجلسات ابدا لا تحصل. تحصل هناك خلاف في وجهات النظر يعني ما بين السيد الحلبوسي وما بين السيد هادي العامري ما بين السيد المكلف، لكن صدقني لم تصل حتى الى مشاده كلاميه، لكن خلاف في وجهات النظر، نعم هناك خلافات في وجهات النظر بشكل كبير جدا يعني. جميل. اكو جلسه الخميس او ماكو جلسه برايك؟ وستمرر او ما تمرر؟ اذا دخل احنا طبعا بياننا واضح ما راح نحضر الجلسه، لكن اذا دخل الكرد والسنه في جلسه الخميس سوف تمرر حكومه علاوي، واذا ما دخلنا لن تمرر حكومه علاوي وعلى السيد رئيس الجمهوريه بايجاد البديل. نعم، شكرا المتحدث الرسمي. بس اعطيك معلومه. اي تفضل. معلومه استاذ مقداد. تفضل. الكتل السياسيه الشيعيه من عصر هذا اليوم بدات تبحث عن البديل للسيد محمد علاوي، وهذا تقدر تطلع عليه من مصادر خاصه من الكتل السياسيه الشيعيه. هذا اعتبره تصريح حصري للقناه مؤكد راح نشره. يا حبيبي خلاص. خلاص، شكرا الاستاذ فالح العيساوي.